تحصل في السماء لازم، يعني في السماء في سيشنز كده، يعني لازم زي بالظبط يروح وظيفة جديدة ياخدوه يعملوا له تور وبعدين يدوا له الليجال رايتس بتاعته. انا يتهيأ لي انه في السماء في سيشن مهمة جدا. ايه هي؟ ربنا قعدني كده ويقول لي تعالى يا استاذ بقى اما اعرفك انا اديتك فرص للتوبة قد ايه وانت ما كنتش دريان بعيشتك. اقعد بقى كده وهفرجك على فيلم تشوف فيه كم مرة انا نخست قلبك بوعظة، كم مرة نخست قلبك بقصة، كم مرة نخست قلبك بحادثة، كم مرة نخست قلبك بآية في الإنجيل علشان تتوب. وتعالى بقى أفرجك أنت كنت بتعمل إيه، ويتم استعراض حياتي كفيلم أمامي كده علشان ما هو مش بيقولوا كده في الإنجيل أنت بالعذر أيها الإنسان، مش بيقولوا في الإنجيل إنه كل فم يستد ولا يستطيع الكلام، مش بيقولوا في الإنجيل إنه إن حكمت يا رب فمن يقدر أن يحتج. أصل في ناس غاويين مقاوحة، ما تزعلوش مني يعني، غاويين مقاوحة وغاويين بارجنج، اللي هم بيحبوا قوي يفصلوا، ففاكرين إنه لما يقفوا قدام محاكمة ربنا يرفع يقول اسمع يا رب بقى، لا 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 انت ناسي عملت فيه ايه، انت ناسي المشاكل، انت ناسي مش عارف ايه، انت ناسي انت ناسي. يا صديقي يا صديقي فتح عينك عشان تعرف انك لازم يوم ورا يوم تبقى اهلا للمسيح، تبقى worthy of him. عشان كده بيقول انه بعد تأديب يسير لهم ثواب عظيم لأن الله امتحنهم فوجدهم أهلا لهم، محصهم بالذهب في البوتقة وقبلهم كذبيحة محرقة. يمكن ماما تعبت شوية، يمكن اتعذبت شوية، كان كل ده نوع من ان الذهب يتصفى أكتر، لأنه ساعة ما خلقنا ربنا يا جماعة خلقنا وإحنا معدننا حلو، بس عشنا في الدنيا دي فالخطية عملت ايه؟ كانت زي الشوائب، كانت حاجة غريبة على تركيبتنا. طب يجي ربنا بالتجارب يقعد يمحص علشان نبقى اكثر تلقلو. عشان كده بعد ما الذهب يتلقلأ يقول ايه بقى؟ يقول كده انهم في وقت افتقادهم يتلقلؤون ويسعون. ربنا يعزي الأسرة نيابة عن الكنيسة وكل الأباء الكهنة والخدام، نقدم تعزينا للأخ سمير، وربنا يعز الأسرة وأفراد الأسرة الموجودة هنا وأفراد الأسرة في مصر، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. Abba, da.
عبيد اب تشويس اريمو اتنا نمبيكو ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب وإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا إلا أنت اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها أعطي أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق نصنعها حسب مشيئتك المقدسة التوبوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة انعم به علينا يا رب على عبيدك الآتين بعدنا إلى الأبد قم أيها الرب الإله تفرق جميع أعدائك وليهرب من أمام وجه كل مغضي اسمك القدوس أما شعبك ليكن بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يصنعون مشيئتك بالنعم والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك وحيد الجنس ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود طليبك معه مع الروح القدس المحيم يساوي لك الآن وكلها وان ظهر الدهور كلها أمين جعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا كما نغفر ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشديد بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة delighteth my soul, and whom in my distress I call, my comfort by day and my refuge by night. My stronghold whenever I fall, Shepherd of my soul, I beg thee to tell where thou keepest thy sheep to rest. For why should I roam in the valley of tears and wander as one who is lost? I ask thee to tell me, daughters of Zion, have ye seen the one I adore? I seek him in vain in the night of my soul, but lo, I can find him no more. I am my beloved's, and he is mine. Calleth me sister and spouse, oh, how do I long for the day we shall wed in heaven
in his father's house. Son of the Holy Spirit, one God. Amen. Tonight as we gather, it's not a gathering of sadness, but it is a gathering of hope. And we have to believe that if we have no hope, then we would just like be like everybody else that have no hope in Christ. But I want to just read a few verses from the book of Ecclesiastes, just so we could understand God's will in our life. God's will in our life is for us to be here tonight, and God's will in our life is for us to be true Christians. And God's will in our life is to be members of one body in Christ. And we have to understand that God has a goal for us in our lives, and God has a plan for us, just as we have plans in everything in our life. Us as humans, we plan for our future, we plan for our kids, we plan for ourselves. Even when we go on a trip, we plan for a trip. If we take a job, we have a planning for a job. So God has a plan for everything in life, but it might be a little bit difficult for us to accept God's plans in our lives, and it might be a little bit difficult for us to understand His will in our life. But as we read some of the verses in Ecclesiastes chapter 3, we see that God set a time for everything in life. God set a time for our birth and our death. God set a time for a plant to be planted and a plant to be plucked out. So as we read in these verses, I would like you to pay attention to how Solomon talks to us about the timing of everything. There is always a timing for everything, and God has set that time in place for us. Sometimes it's difficult for us to accept it, but this is the reason why we have hope in Christ. This is the reason why we are Christians. We have to be different than everybody else. This is the reason why we're gathering tonight in the church, to find hope during this circumstance. The verses say, to everything, this is Ecclesiastes 3, from verse 1 through 8. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven, a time to be born, and a time to die, a time to plant, and a time to pluck up that which is planted, a time to kill, and a time to heal, a time to break down, and a time to build up, a time to weep, and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance.
It might be a sorrowful situation, but for us, it is a celebration. We are celebrating not the death, but the life of our beloved family member that has reposed in God, in Jesus. We are celebrating her birth in heaven, not her death. We are sorrowful that she left this world, but we are happy for her for gaining her eternity and starting the true life in heaven. As Solomon teaches us in these words that we read now, there is a time for everything, and one thing that we have to focus on today, during this period in our life, during this period, the church is celebrating the Lent. We are fasting, and during the Lent, there is one beautiful lesson to be learned during the Lent, is that is correlated to us leaving the world. In the Lent, we are trained to abstain from food. We are taught to abstain from things that we like. We are taught to abstain from things that take us away from God. Anything that detaches us from God, we are taught, and we are supposed to be training ourselves during this period in Lent, that we have to go into a deeper relationship and reunite with God and reform our relationship with God once more. A lot of times, during our busy schedules, we don't have time to fast, we don't have time to pray, we don't have time to have an attachment with God. But during this time in the church is reminding us that we have to abstain, first of all, from food, because this is the basics. That's what God told Adam and Eve from the beginning. Do not eat from the fruit of the tree. So God has taken us back to the basics, and the church has taken us back to the basics. This is the only way we're going to reunite with God, so that when we are at this point in our life that we're passing away, just so we could be prepared to reunite with God correctly, so that when we die and leave this world, we are reunited correctly. So the church is teaching us, let go of the food. The food is not going to make you live longer. This is one thing that we're taught during the Lent. Another thing is, let go of the body. Let go. St. Paul says in Romans 12:1, offer your bodies as a true sacrifice to God. Let go of your body. You don't have to give your body all the rest at once. You don't have to give your body all the pleasure at once. Our body lusts for so many things in life. Food, other lustful things. This is not what's going to get us to heaven. And this is not what's going to reunite us with God. So the church teaches us that we have to let go of the body. We have to let go of the food. We have to let go of the other things. We abstain from food for a certain period during the fast. In the morning, we abstain from food. We let go of things that keep us away from God. And letting go of the things that keep us away from God is exactly what we see today when a person lets go of life itself. Sometimes being in this body, in this form, keeps us away from God. So allowing myself to eat whatever I want during the Lent may keep me away from God, because I'm not chastising myself. I'm not disciplining my body. So therefore, when I stand in front of God and I'm not disciplining my body, I cannot stand in front of God and feel attached to Him. When I don't pray and I don't keep my body as a sacrifice to God, I don't offer my body as a sacrifice to God, I cannot stand and lift up my eyes and in front of God and say, God, I really want to reunite with You. I love You so much. I feel so weak when I don't pray. I feel so weak when I'm not fasting. I feel so weak. We have the physical body and the spiritual body. My physical body might be strong. I might be standing here in church every week, but my spiritual body is so weak to the point that it's dying. So this time of the church is teaching us that this is the time, like Solomon was saying, that there's a time for everything. So this is the time that the church is preparing us to get closer to God, to form a deeper relationship with Him. If I haven't done that in the past,
it's okay. At least start from now. Because as we gather tonight, we see that the human being is not everlasting. The human being, the body, is not going to live forever. There will be a day where we have to let go of our body. There will be a day where we're going to have to stand in front of God, and we're either going to reunite with Him, or He's going to look at us and say, "You wicked servant, I don't know you. And He will turn His face away from us. So this is the time for us to reunite with God and to train ourselves. If we haven't done so yet, this is the time for us to begin. And the church, thank God, that the church is always reminding us throughout the whole year. Even if there is a Lent, the period of the Lent, if there is a period that have gone from me and I haven't started fasting yet, it's okay, we could start from now to train ourselves that we have to abstain from everything that pleases the body. So this way we please the Spirit. We nourish the Spirit. This is the time in our life to get closer to God. This is the time for us not to give the pleasures and spoil our bodies. Our bodies is just like a little kid. When we give it everything at once, it will turn out to be a spoiled adult. Just like a little kid, when we give the kid anything he wants or she wants, that kid will turn out to be a spoiled adult. And they won't know how to live in the life that we live. They'll be spoiled all their lives. The same things with our bodies. If we do not discipline our bodies, if we do not discipline our feeding habits, if we do not discipline our rest, the body that the rest that the body wants, we're not going to be able to discipline our bodies and reach a point where we are reunited with God. So, like Solomon was saying in the book of Ecclesiastes 3, there is a time for everything, and tonight is a time for us as we celebrate the birth of the beloved mother that passed away. We are also reminded that tonight, it is a time for us, if I haven't started a relationship with God, it is a time for me to start it, so that when I reach this point in my life, I know that I have a good, strong bond with God. And I don't have to wait until the end of days of my life, because you never know when anything is going to happen. There was a story of a young man that was taking a plane to go somewhere. And his mom felt so bad about that plane, the flight. And she decided that she's not going to wake him up in the morning. His flight, he was supposed to get up at 6 o'clock in the morning to catch a flight. And his mom decided that she wasn't going to wake him up in the morning because she felt so bad. She thought that something bad is going to happen on this flight. She didn't want him to leave. And so she left him sleeping. 6 o'clock came and she didn't wake him up. And then at 9 o'clock, the door was knocking. And then she went to open the door. Her son's friends were at the door. And she said, they told her, "Mrs. So-and-so, we're really sorry about the loss." And then she said, "The loss of what?" They said, "The loss of your son, our friend." And then she said, "What happened?" They told her that the flight that he was on, it had a collision and it exploded. And everybody on board died. She was so excited that her son was still in his bedroom and he didn't take that flight. So she was so happy and she told his friends, "My son is sleeping in his bedroom. I didn't wake him up to take that flight. Thank God I didn't." So they went in a hurry, excited to wake him up. And as they entered the room, they started calling his name. He didn't answer. They tried to wake him up, and he was dead. There is a time for everything in life. We could be sitting here today, and just like the book of Matthew says, two people could be sitting next to each other. One person would be taken, and the other left. So when God comes and asks for us, would we be ready? Would we tell him, "Yes, today is the time that I'm committing myself to you"? Or would I tell him, "No, I still need a few more weeks. I still need a few more days. I still need to get enough of that pleasure that I'm living in." Tonight is the time that God is telling you, you have to repent and come back to him. And glory be to God forever and ever. Amen.
I place my soul into your hands, my Lord Jesus Christ. Lead me, 'cause I depend on you. Lead me, and I'll serve you. Please be my guide in every way. Be my guard, I won't go astray. Sanctify my heart and my needs until I see you, Lord. As you have always said, O source of all goodness, as you have always said, O source of all goodness, come unto me, all you weary, come unto me and you'll find rest. Come unto me, I am the way, I am the truth and life. When my life gets filled with worries and darkness overwhelms, the clouds will be dispersed away by you, O Prince of Peace. You are my shield, you are my hope, you are my strength, you are my goal. You are the perfect love, O Lord, of whom then shall I fear? As you have always said, O source of all goodness, as you always said, O source of all goodness, come unto me, all you weary, come unto me, and you'll find rest. Come unto me, I am the way, I am the truth and life. I will be speaking in Arabic, so if you need translation into English, please get the headphones. اللي عايز بس الترجمة يرفع ايدي وسمح يدي له سمع. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. يعز علينا كثيرا انتقال هذه الأمة الفاضلة إلى أحضان القديسين بعد عناء شديد من المرض فترة طويلة، وأنا أشكر ربنا إن أخذت بركتها في الأيام الأخيرة في آخر زيارة لي لمصر، لأني كنت سمع انها تعبانه وحبيت اخد بركتها، فاشكر ربنا على كده. عايز احكي لكم قصه حصلت في الايام الاخيره
زي نعمل فاست فورورد لنهاية حياتها وبعدين نعمل ريوايند. بمعنى الكتاب بيقول انظروا إلى نهاية سيرتهم، مش كده؟ يعني الواحد بيبص على النهاية، وبعدين لما نعرف النهاية نحب نعرف إيه اللي وصل للنهاية دي. في قصص كتيرة من قصص القديسين اللي بنقرأ عنها، يعني مثلا القديس مكاريوس جاله فكر في قلبه بيقول له يا ترى مين زيك دخل البرية وجاهد الجهاد ده؟ قال له انت في جهادك ده كله في نفس مستوى امرأتين متزوجتين وليهم اولاد في اسكندرية. فأخذ القديس عصاه الجريد عشان يقدر يساعد في المشي في الصحراء، وراح على فين؟ راح على اسكندرية. قابلته المرأتين عملوا له مطانية شيخ من البرية، قالوا له نغسل رجليك نوكلك لقمة مفيش فايدة. قال لهم لا، أنا ربنا اللي بعتني، عرفوني جهادكم إيه؟ إيه اللي عملتوه؟ ده ربنا كشف لي إن أنتوا قديسين، عملتوا إيه؟ أنا جاي أتعلم. مع إنه قديس مكاريوس أب برية البرية الغربية وأب رهبان برية شهيد كلها. دي تعزينا إحنا اللي عايشين في العالم، إن في العالم في قديسين عايشين وسطينا. قعدوا يشرحوا له بقى على جهادهم وأصوامهم وصلواتهم إيه ومحبتهم للفقراء إيه إلى آخره. فإحنا جايين النهاردة نتعزى. ساعات يقولك ده عزى، يعني إيه أروح عزي؟ لا، أنت مش جاي تعزي، أنت جاي تتعزى. لأن في طريق حياتنا، في طريق حياتنا للسماء، بنحب نسمع قصص ناس عاشوا وسطينا ونشوف عاشوا إزاي وكان إيه جهادهم، جهدوا إزاي، تعاملهم مع ربنا إيه وتعامل ربنا معهم إيه. ده اللي إحنا عايزين نعرفه. في ناس سألتني النهاردة الخميس يوم الاجتماع بتاعك، ليه بدلته؟ ليه ما خدتش يوم تاني يعني غير الخميس؟ لسببين. أولا لأن أنا بعد الاجتماع النهاردة مباشرة مسافر واشنطن في دعوة من الرئيس باكرا يعني رؤساء الكنائس بمناسبة عيد القيامة الغربي طبعا. فهنمشي بعد الاجتماع مباشرة، وبعدها هسافر لكندا عشان تجليس نيافة الأنبا مينا أول أسقف لكندا، ومش هرجع غير يوم الاثنين. ويوم الاثنين طبيعي بيكون فيه اجتماع كتاب بونا مويسيس، وبسافر أنا كمان بوسطن، فأنا غير متواجد الأيام اللي جاية. يعني السبب التاني والأهم، أنتوا بتيجوا للكنيسة. اللي بيجي الكنيسة دوت عايز يسمع كلمة عزاء وكلمة تشجيع في حياته الروحية ويوصل إزاي للسماء. وليس هناك أقوى من درس الموت. لو الواحد حط الموت أمامه حياته تتغير. فأكبر تعزية هنديها لكم هي ان احنا نضع الموت امامنا في كل حين، زي الام ساره اللي كانت تضع الموت امامها في كل حين. اذا مجيئنا اليوم بلا شك للفائده وللعزاء، وان احنا نتعلم دروس كويسه تفيدنا في طريق حياتنا نحو السماء. وبلا شك ان حتى لما بيجوش الاجتماع طبيعي ممكن يجوا النهاردة عشان يتعزوا، فتكون الفايدة اكبر. فده يرد على اللي تساءلوا، ولو ان يعني المفروض يهتموا بخلاص انفسهم بدل ما هم يقعدوا يخشوا في امور ما تهمش خلاص نفسهم. اللي جاي يتعزى بيجي يتعزى في كلمة عزاء، في درس كتاب،
في أي موضوع يفيده في حياته الروحية. ولذلك نقطة أحب أقولها لكم النهاردة: ركز يا ابني ويا بنتي في طريق خلاصك، شوف خلاصك فين. كان قداسة البابا شنودة يعلمنا اللي رهبان، يعني لما يرسم رهبان جديد يقول له ابعد عن سياسة الدولة وسياسة الكنيسة وسياسة الدير عشان تخلص. فيقول الرهب ايه؟ قول لنفسك انا مالي خليني في حالي. اللي يقول لنفسه انا مالي ايه؟ خليني في حالي، انا امشي زي ما بيقولوا لي واقول حاضر واخد بركة الطاعة اوصل. لكن كل ما الانسان يحب يخش في حاجات ملوش فيها، مش المفروض يخش فيها، يبقى تاه عنه الطريق، تاه عنه الطريق. وده يدخلني الحقيقة في الموضوع اللي انا عايز اكلمكم فيه النهاردة، وهو حديثنا عن هذه الام الفاضلة اللي هي الطريق ما تهش من امام عينيها طول حياتها. انت عايز توصل السماء، خلي عينيك فوكست على السماء، ما تخليش اي حاجة تعمل لك ايه ديستراكشن، تتوهك عن الطريق. خلي طريق السماء واضح امامك، وخلي اي حاجة تعطل طريق السماء تبعدها عشان تمشي في طريق السماء مظبوط. انا قلت لكم هنعمل فاست فورورد نهاية السيرة، وبعدين نرجع نشوف البداية كانت ايه. مدام رؤوفة في أيامها الأخيرة في المستشفى كان معها ممرضة، فيوم الحد الماضي بتبص في الساعة تقول الساعة كام الساعة كام، فالممرضة استغربت كل دقايق تسأل الساعة كام، فقالت لها ايه الحكاية انت عندك معاد؟ قالت لها ايوه انا عندي معاد، بضحك يعني شايفها تعبانة تكون معاد ايه، قالت لها ايوه انا عندي معاد. قالت لها معاد مع مين؟ قالت لها معاد مع المسيح، موعد مع المسيح. جايز ناس يقولوا هي تعبانة وحاسة انها خلاص هتنتقل من العالم، او جايز يكون ربنا كشف لها بطريقة لا نعرفها، لكن المهم انها بتقول عندي معاد مع المسيح. ده ايمان، حاسة لو انتقلت هتقابل مع مين؟ مع المسيح. وعلى طول كانت تقول يا عذراء تعالي بقى. فانا قلت انا هعمل فاست فورورد عشان نشوف النهاية، النهاية كانت مع المسيح، لأننا احنا يهمنا أو النهاية، طالما ان الانسان النهاية مع المسيح بنبقى مطمنين عليه. احنا بنخاف على نهايته ما كانتش مع المسيح، طالما الانسان ماشي في حياته مع ربنا وفي النهاية بنلاقيه مع المسيح وقلبه مع المسيح وفكره مع المسيح وصلواته مع المسيح، ده بيدينا عزاء في قلوبنا ان الشخص مع المسيح وذاك أفضل جدا. لدرجة أن سمعت أن الأخ سمير في فترة العزاء والصلاة كان بيقول أنا فرحان لأن أنا متأكد أنها مع المسيح. طيب نرجع بقى إيه ريوايند، ازاي الانسان وهو بينتقل من العالم يشعر ان هو هيتقابل مع المسيح ويكون مع المسيح؟
فكرت في آية لقيت أنها بتنطبق على حياتها بصورة عجيبة، ودي اللي هكلمكم عنها. الآية دي في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثيوس صح الثاني، آية 15، آية ممكن كتير منكم ما يكونوش عارفينها. يعني لو سألت كم واحد يعرف الآية دي متأكد ممكن أغلبكم ما يعرفوهاش. بتقول إيه؟ لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. مش دي الآية طبعا اللي جاية، بقى هي الآية. ولكنها ستخلص، المرأة أو الحواء يعني ستخلص بإيه؟ بخمس حاجات، دول اللي أنا هكلمكم عنه. خمس حاجات. نمرة واحد إيه؟ بولادة البنين. نمرة اتنين، إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة والتعقل. تاني بقى، المرأة هتخلص إزاي؟ يعني كل واحدة امرأة في الكنيسة هنا النهاردة تقول أنا عايز أخش السماء، أقول لها طبعا الآية دي مش بتتكلم على المعمودية والحاجات التفاصيل، لكن تتكلم على شخص مسيحي دخل الإيمان. بعد المعمودية إزاي تخلصين يا امرأة؟ حمس خمس حاجات. بإيه؟ امرأة واحد حفظت ولا لسه؟ امرأة واحد بإيه؟ ولادة البنين. طب نمرة اتنين الإيمان. نمرة تلاتة المحبة. نمرة أربعة القداسة. نمرة خمسة التعقل. بالإنجليش بيقول child bearing اللي هي ولادة البنين، وبعدين faith و love يعني holiness و self control. التعقل بيترجموها self control. نتكلم على الخمس نقط دول باختصار شديد. يعني ولادة البنين، ولادة البنين ديت لو نفتكر ان لما آدم وحواء سقطا كانت العقوبة اللي فرضت على حواء ايه؟ ها؟ انها هتتعب في الولادة، في الحمل والولادة. دلوقتي بقى ميدوا اسمه ايه؟ لسه له اسم كده، الابيدورال، بيخليهم مش حاسين بحاجة، مع ان الست اللي تستحمل يعني عشان تفتكر العقوبة تقول لا ما تدونيش ده إلا لو اشتد عليها الألم، تقول لهم طب الدنيا حاجة بسيطة أحتمل بيها الألم، لأن ده المفروض دي العقوبة. لكن إنها تجيب الأولاد، دلوقتي في بدع طلع، نلاقي اتنين يتجوزوا ويقولوا لا احنا نجيبش أولاد. طب ليه يا حبيبي؟ لو ربنا اداك ده، بنقول البنون ميراث من الرب وثمرة البطن عطية منه. وناس تاني يقول لك لا واحد كفاية، طب اتنين كفاية بس نعرف نربيهم. طب امال دي الناس دي كانت ايه؟ ولادة البنين او ولادة الاولاد. ربنا اداها ستة من الاولاد، خمس رجالة وامرأة. وما بقول خمس رجالة أنا قصدي أقول رجالة، مش قصدي أقول خمس بنين. كان بابا شنودة برضو يفرق ما بين إيه؟ بين الذكر والرجل. الذكر يعني ميل، والأنثى يعني فيميل، الرجل يعني مان، المرأة يعني إيه؟ وومن. أما تقولوا كلمة أندرو
كلمة يعني واحد يسمى ابنه أندرو ده يعني راجل. ترجمتها كده باليوناني كلمة راجل يعني يعتمد عليه، عشان كده من الكتاب يقول كونوا رجالا يعني تتحملوا المسؤولية. الست من طبيعتها تحب تلقي المسؤولية على الرجل. ربنا عمل كده، يكملوا بعض، مدي لكل واحد إمكانيات. فلما بقول خلفت خمس رجالة يعني خمس أشخاص يعتمد عليهم، كل واحد فيهم راجل أدى المسؤولية. ليه؟ تربية. وظيفتك إنك تربي أولادك تربية سليمة، مش مجرد ولادة الأولاد يعني كده مكنة عمالة تفرخ وخلاص، لا، يعني تربي الأولاد تربية مسيحية سليمة. دي ولادة الأولاد. كرست كل حياتها لأولادها نمبر وان. ممكن الست دلوقتي عندها مسؤوليات أخرى، يعني ممكن الست تكون عاملة، الست تكون خادمة، لكن مسؤوليتك الأولى لا أنك تشتغلي ولا أنك تخدمي، مسؤوليتك الأولى تخدمي بيتك وأولادك، تكرسي حياتك لبيتك وأولادك. دي المسؤولية الأولى لكل أم، مش عايزين منك أكتر من كده. رأي الشعر بيقول الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا. يعني دي المسؤولية الأولى للأم، ولادة الأولاد. ولذلك تشوفوا أولادها حواليها للحظة الأخيرة بكل الحب وبكل التفاني. ليه؟ ادت لهم كل الحب، فمن الطبيعي إن هم يعطوها كل الحب للنفس الأخير. دي أول حاجة، ولادة الأولاد. نمرة اتنين قلنا إيه؟ الإيمان. الإيمان يعني إيه الإيمان؟ طبعا الإيمان بوجود الله، والإيمان إن المسيح هو الفادي ابن الله، والإيمان بالحياة الكنسية وممارسة الحياة الكنسية. لكن فيها حياة عملية اسمها حياة الإيمان. هل أنت في الإيمان؟ يعني لما تجيلك التجربة مثلا تشعر إن ربنا مش موجود، أو تتذمر، هنلاقي في حياة الإيمان إنها عاشت الحياة الكنسية من خلال الاعتراف والتناول والمواظبة على الكنيسة لغاية الآخر، طالما كان فيها صحة قد، وحتى لما الصحة ضعفت شيء ما برضو كانت تروح الكنيسة. في المرض ممكن الإنسان تقول له عامل إيه يا فلان، يقول لك أعمل إيه، الحمد لله وخلاص، يعني ما باليد حيلة. طبعا في درجة أوحش من كده وهي التذمر، أنا مش عارف أنا عملت إيه، هو ربنا ساب الدنيا كلها ومش فاكر غيري أنا، تذمر. المفروض إن حياتنا بنعطيها لربنا ذبيحة مقبولة أمامه. يعني إيه؟ لما السيد المسيح قال احمل صليبك، عارفين احمل صليبك دي يعني إيه؟ كلمة احمل، احمل شيل، لما نرجعها لأصلها اليوناني، ومن اليوناني ننتقل إلى الأصل العبري عشان نفهم المسيح كان بيخاطب ناس يهود بالفكر اليهودي. فكان الكاهن لما واحد يقدم له ذبيحة أول حاجة يعملها إيه؟ يفحص الذبيحة يشوفها بلا عيب عشان تكون صالحة أنها إيه؟ تتقدم. فلما تكون بلا عيب يروح الكاهن إيه؟ رفعها حملها. فإحنا المفروض لما المسيح قال احمل الصليب يعني احمل حياة الألم في حياتك وقدمه، قدم نفسك كذبيحة بلا عيب. طب بلا عيب دي يعني إيه؟ قدم نفسك ذبيحة بلا عيب يعني تقدم الحب لربنا بلا تذمر. لأنك لو بتقدم لربنا
ذبيحة نفسك يعني حياتك، وانت زعلان وانت متزمر ملهاش طعم، ما هيش ذبيحة بلا عيب. كلمة أشكرك يا رب لم تفارق شفتاها أبدا. أشكرك يا رب، ده مش بس أشكرك يا رب في المرض، ده أشكرك يا رب في كل حين، شكر دائم لربنا. يبقى في حياة الإيمان الحياة الكنسية من الاعتراف والتناول وحمل الصليب بشكر. واستعدادها للموت من ضمن كلماتها تقول كلنا هنموت، كلنا هيجيلنا الوقت ونموت. ولذلك لما أتتها تلك اللحظة ما كانتش منزعجة ولا خايفة، في حياة إيمان، لأن اللي بيعيش مع المسيح بتجيله اللحظة ديت ما بيبقاش خايف، زي اللي هو بيبقى مرتعب لأنه مش عارف ماذا بعد الموت. فدي حياة الإيمان. بقى نمرة واحد إيه؟ ولادة الأولاد. نمرة اتنين الإيمان. نمرة ثلاثة المحبة. المحبة عبارة عن أنها محبة لربنا أولا، حب الرب إلهك من كل قلبك كل فكرك كل قدرتك وقريبك كنفسك، هذه المحبة. محبة ربنا تظهر من خلال الإيمان اللي اتكلمنا عنه، محبة متفانية لأسرتها زي ما قلنا، ولكن اللي عايز أنا أركز عليه بقى في الحتة نقطة المحبة يعني هي المحبة للخدمة. جايز واحد يقول إنسانة كرست حياتها لأسرتها بالطريقة دي ما عندهاش وقت تخدم، فيش وقت، لكن سمعنا على خدماتها الخفية المتعددة، ويا ما ناس بيخدموا محدش حاسس بيهم. يعني كانت تقول للأباء الكهنة لو في حد مريض قولولي، في حد محتاج قولولي. تحب الخدمة الخفية، الخدمة الفردية، مش لازم تاخد حضرتك نشان أو علامة تقول أنا الخادم فلان الفلاني المسؤول عن المسؤولية الفلانية، لا، ممكن إنسان يخدم في الخفاء دون أن يشعر به أحد. كان المقدس إبراهيم الجهري كان له خدمات كثيرة جدا ومحدش عارف بيها، أو كان يعرفه قليل منها، لكن الجزء الأكبر كان خفي. ويوم نياحته جاءت جموع غفيرة تقول ده كان أبونا، هنعمل إيه من بعده؟ يا ترى ليك عمل في الخفاء؟ هل أنت بتحب الناس تعرف عن أعمالك، ولا أنت بتحب العمل الخفي اللي ما يعرفش عنه غير ربنا؟ أبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك إيه؟ علانية. كل ما أحب أن أنا أظهر خدمتي كل ما بضيع خدمتي، كل ما أحب أخفيها كل ما بتحفظ ليا في السماء. عشان كده القديس يوحنا ذهبي الفم قال إيه؟ قال لو بتحب المديح أجله شوي، لأنك مهما كان كم واحد ممكن يمتدحك هنا على الأرض؟ 10 100 1000. طب إيه رأيك بقى لما كتاب بيقول إن أنت مش هتعمل العمل وهيروح؟ لا، أبوك الذي يرى في الخفاء هو إيه؟ هو هيجازيك علانية. يعني إيه علانية؟ يعني قدام كل بقى في يوم الحساب يقول لك فلان الفلان ده تعالى يا ابني أنت كنت بتعمل كذا كذا، كنت تعرفه؟ نقول لا، كانش حد يعرف دك بيعمل كل ده، كان بيعمله في الخفاء. كده يجازيك علانية. عشان كده القديس أغسطينوس قال هنلاقي ناس في السماء ما كناش نتخيل انهم هيروحوا السماء. ليه ما كناش نتخيل انهم هيروحوا السماء؟ لان ما كناش عارفين عن اعمالهم الصالحة، لكن عرفناها فيما بعد. وقال برضو هنلاقي ناس كنا فاكرين
إن هم هيخشوا السماء متأكدين ومش هنلاقيهم في السماء. ليه؟ لأن راح أجرهم السماوي بسبب إنهم حدبوا إن هم يعملوا أعمالهم أمام الناس، فضاع أجرهم السماوي. فيا ترى كام واحد فينا يحب يخدم ربنا في الخفاء؟ يهمه العمل الخفي اللي بس ربنا هو اللي شايفه ومحدش تاني دريان بيه. أعمالها في الخفاء كانت كثيرة في خدمة إخوة الرب المحتاجين وفي خدمة المرضى. لذلك نلاقي عدد كبير جدا من الآباء الكهنة أكتر من 30 حضروا الجناز بيحكوا عن أعمالها اللي كانت في الخفاء اللي محدش عارف عنها. نمرة 4، القداسة. يعني إيه القداسة؟ كان في العهد القديم الكاهن يكتب كده يافطة مكتوب عليها قدس للرب، يعني مقدس لربنا، يعني مقرس لربنا. يبقى حياة القداسة اللي هي إيه؟ حياة التكريس الكامل لربنا. يعني لما نقول العذارة الحكيمات مثلا، كلمة عذارة اللي كرست حياتها لربنا. فلما نتكلم عن حياة القداسة يبقى أنا بكرس كياني كله لربنا، فكرا وعقلا وقلبا وروحا وعواطفي، وكل ما أمتلكه من إمكانيات يكون مكرس لربنا. لكن لما فكري ينحرف ما يبقاش مكرس، ما يبقاش مقدس. عشان كده بيقول بولس الرسول يقول ايه؟ اما نحن فلنا ايه؟ فكر المسيح. يعني قدست فكري وكرست فكر المسيح، فبقى كل فكري ملائم لفكر المسيح. يبقى حياة القداسة هي حياة التكريس. تقول طب حياة التكريس دي خاصة بالكهنة؟ اقول لك لا، انت يا حبيبي اتدشنت، انت اتدشنت بالميرون، ومدام اتدشنت يعني اتكرست، ومدام اتكرست يبقى لازم تقدس فكرك لربنا واعمالك لربنا وخطواتك لربنا وعواطفك لربنا ومشاعرك لربنا وحواسك لربنا، كلك تبقى ملك لربنا. طب دي عاشت حياة القداسة ازاي؟ اولا كرست نفسها لأولادها زي ما قلنا، ودي مش هنعيدها تاني. لكن انا عايز يعني انا عشان خاطر حبيت ان انا اقسم الموضوع، فاكلمكم هنا عن تكريس حياتها لزوجها المبارك. مرة قابلته في زيارة هنا وقال لي حبها جدا، 60 سنة زواج. أحيانا في الزواج بعد تمر بعض السنوات في الزواج تفطر المحبة، بنشوفه اللي بيحصل دلوقتي. ممكن تفطر المحبة لأسباب متعددة، ممكن ينتج عنها انفصال، طلاق، أي حاجة. لكن المفروض الطبيعي الزواج كما رسمه الله إيه؟ تتعمق المحبة بين الطرفين كلما مرت السنين. ده الطبيعي، يعرفوا بعض أكتر، يحبوا بعض أكتر، يفهموا بعض أكتر، تفهموا مع بعض أكتر. الخلافات اللي كانت موجودة في البداية، المطبات، عارفين بشبهها بإيه؟ عاملة زي يقولك واحد طالع في الطيارة، أول ما تطلع الطيارة تلاقوا إيه؟ لازم تلبس الحزام لأنها بامبي، لسه في ديستربنس في الهواء. لكن توصل للكروزنج التيتيود ايه؟ تلاقي سموث رايد، يقولك فك الحزام بقى وريلاكس. الجواز عامل زي كده، في الاول تلاقيه فيري بامبي، بيعرفوا بعض، لكن اول ما نوصل كده شويه نلاقي ايه؟ كروزنج التيتيود بقى. 60 سنة من المحبه، يقول لي عمرها ما زعلتني، يقعد يمدحها ويفرحان بيها. دي المحبه الحقيقيه. ليه؟ هو ده الزواج اللي ربنا رسمه. الزوج لا يرى أحد سوى زوجته في العالم. أنا دايما أنصح كده للمتجوزين جديد، أقول لهم شوية حاجات كده، أقول له ها
أقول له هو يعني بعد ما تتجوز ما بقاش فيه ولا ست في العالم غير زوجتك، يعني كل السيدات تتحولن إلى رجالا في عينيك، ما بتشوفش واحدة أحلى من مراتك، تشوفش واحدة غير مراتك، هي مراتك بس المرأة الوحيدة الموجودة في العالم. وأقول لها هي كذلك ما تشوفيش واحد في العالم سوى زوجك، فيش راجل تاني في العالم، هو ده اللي تحبيه من كل القلب وتتكلم عنه بكل الحب وتدافع عنه بكل الطاقة، فيش غيره، فيش زيه، ده الشيء الوحيد اللي يضمن سلامة الزواج. لكن أول ما الواحد يبتدي شوفي شوفي دي عاملة في نفسها ايه، انت مالك، خلي عينك في حالك، ده القديس يوحنا ذهبي الفم قال كده، لما تبص على واحدة تجرحها تجرح اللي بصت لها وتجرح زوجتك، زوجتك معاك، بص لواحدة تانية ليه؟ يا سلام على الزواج بتاع زمان، ناس بتوع زمان، ناس أصلة، عشان كده يعيشوا مع بعض الخمسين والستين سنة في الحب للنفس الأخير. ليه؟ الإنسان كرس نفسه، جوزت خلاص تشوفش حد تاني، زوجك بس، زوجتك بس، وتكريس الشخص لزوجه أو لزوجته من تكريس حياته لربنا، لأنك استلمتها من أمام الهيكل، هي الوحيدة اللي تقدر تتعامل معاها وهو الوحيد اللي تقدر تتعامل معاه. كرست حياتها لأسرتها، لزوجها، لربنا، لمحبة ربنا والخدمة، فعاشت في حياة القداسة. آخر نقطة اللي هي التعقل أو السلف كنترول بالإنجليزي، ودي تدينا فكرة عن الحكمة، التدبير، تدبير في الحياة. اللي عارف هذه السيدة الفاضلة، وده كان اللقب اللي بيديه قداسة البابا الأنبا تودروس ليها، كان على معرفة شخصية بالأسرة قبل سيامته بطريركا، يعرف عن شخصيتها القوية المحترمة اللي هي تجبر كل أحد أن يحترمها. الإنسان المحترم ما فيش اتنين يختلفوا عليه، حدش يقدر ستريت، الإنسان بيبقى محترم ستريت، حدش يقدر يقول عليه كلمة. خليك شخص محترم في حياتك، طبعا بعشرتك مع ربنا، ما الإنسان بيبقى عارف طريقه، طريقه واضح في حياته كل الناس تحترمه. والدي من ضمن الحاجات اللي علمهاني في حياتي مثل، هو يعني مش هو اللي ألفه، يقول ايه، امشي دغري يحتر عدوك فيك. خليك ستريت، ما تديش للناس مادة انها تتكلم، طبعا الانسان مش هيقدر يخلي الناس تبطل تتكلم، لان في ناس هي كده ما لهمش حل، يعني هم طبعتهم كده، بس على الاقل المحترمين هيحترموك لما تبقى ايه، ماشي انسان ستريت، ماشي انسان عارف طريقك، هي دي الحكمة. انا حبيت اكلمكم النهاردة عن الآية دي وكيف تممتها السيدة المباركة الأم رؤوفة في حياتها، علشان احنا كمان نتعزى ونعرف ازاي نسلك في حياتنا بنفس الطريقة، عشان تكون نهاية حياتنا مع المسيح زي ما كانت نهاية حياتها مع المسيح. حفظتوا الخمس نقط؟ ايه هما؟ مرة واحد ولادة البنين، مرة اتنين الإيمان، ثلاثة المحبة، نمرة أربعة القداسة، وأخيرا التعقل. ربنا يعطينا هذه الفضائل في حياتنا، ونكون مستعدين أن نلتقي مع الرب وناخد منه معاد، زي ما هي كانت شعر أنها عندها معاد مع المسيح، نبقى حاسين أن هو ممكن أن المعاد ده يجيلنا فجأة، يقول لك عندك معاد دلوقتي مع المسيح، أقول له إيه؟ أقول له أنا مستعد، وأقول له يا رب تمهل عليا على ما استعد. يا ريت نكون مستعدين.
وبلاش ان احنا نضيع وقتنا, بلاش نضيع وقتنا. خليك مركز, خليك مركزة في حياتك. بلاش الامور اللي بتعطلك عن خلاص نفسك تمشي فيها وتضيعي خلاص نفسك لهذا السبب. خلي خلاصك واضح امامك. انا ليه بكلم بالمؤنث؟ عشان احنا بنتكلم على واحدة سيدة, فعشان كل واحدة تتمثل بها. وبلاش ان الانسان يضيع خلاصه بسبب ان هو يخش في امور لا تفيده في خلاص نفسه. الانسان مركز, طريقه واضح, هدفه واضح في الحياة, عايز ايه؟ عايز توصل للسماء, عايز توصل للسماء. خلي الخمس نقط اللي قلناهم دولت النهاردة أمامك, أضمن أنك تخش السماء بيهم. لإلهنا كل المجد إلى الأبد. بعد سيدنا ما قال الخمس نقط, أنا حضرت ثلاثة واثنين ما حضرتهمش, بس هو لخصهم في الآخر. ما أظنش فيك يعني وقت كلام تاني. ربنا يعزيكم ويعزي الأسرة ونايح نفسها في فردوس النعيم. آمين يا رب. آمين. رحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا, ارحمنا 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 مخلصنا, ارحمنا 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 يا الله مخلصنا. فلنسأل الله الآب ضابط الكل, أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح, نسأل من صلاحك يا محب البشر. أذكر رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آباءنا وإخوتنا يا رب. تفضل ربنا, احنا نفوسهم جميعا في أحضان آبان القديسين إبراهيم إسحاق يعقوب, علوم في موضوع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم, الموضوع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهف نور قديسيك. أقم في أجسادهم في اليوم الذي رسمته كما يدك الحقيقة غير الكاذبة. هب لهم خيرات موعدك ما لم تراه عين وتسمع بوزن يخطر على قلب البشر. ما أعددت يا الله لمحب اسمه القدوس, لأنه ليكون يا رب موت العبيد بقوله انتقال, إن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسر وسكنوا في هذا العالم. فانت كصاهم حبش الله ما تفضل عبيدك المسيحين والرزقسين الذين في المسكونة كلها, من مشارق الشمس إلى مغاربها, من الشمال الجنوب, كل واحد باسمه كل واحدة باسمها يا رب, نيحهم واغفر لهم. وليس أحد طاهر من دنس الخطية ولو كانت حياته محض الأرض, أما نحن أرضا رب فإنه ليس أحد طاهر من دنس خلوك حتى الأرض, أما نحن يا رب الذين أخذت نفوسهم, أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السموات, أما نحن كلنا فهب لنا كمان المسيح الذي يرضيك أمامك, أعطيهم وإيانا نصيبا
وميراثا مع كفة قديسين. يا رب. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Give us this day. Forgive us our trespasses, we forgive those who trespass against us, and lead us not. May the love of God the Father and the grace of his only begotten Son, our Lord, God and Savior Jesus Christ, the gift and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Go in peace. May the peace of God be with you.